اليوم راح يكون في عندنا ورشه عمل، هي ورشه عمل الاولى اللي هو مشروع الكليبن هاوس ميكانيزم اللي هي المنصه الخاصه بالمعلومات التنوع الحيوي في فلسطين. طبعا احنا بعد ما عملنا استراتيجيه وطنيه للتنوع الحيوي، وقبلها احنا كنا موجودين على اتفاقيه التنوع الحيوي في 2015 للمتطلبات تبعتها انه يكون في عندنا غرفه لتبادل المعلومات الوطنيه تخص كل ما له علاقه بالتنوع الحيوي على هذا الموقع. هو موقع وطني، كل الدراسات، كل الابحاث سواء كانت من المعاهد، من الجامعات، من المؤسسات الرسميه يجب ان تكون موجوده على هذا يعني الموقع لتسهيل عمليه اللي هي نقل المعلومه والمعرفه في مجال التنوع الحيوي. طبعا احنا قبل تقريبا شهر اطلقنا كمان منصه جهاز التغير المناخي، كان عليها معلومات التغير المناخي فيها تقريبا شبيهه بها اللي هي خاصه بالتنوع الحيوي. طبعا انا ما بدي اطول عليكم على السنه، يعني اليوم الجو حامي والظروف شويه يعني وقتنا محدود، فاحنا راح نبدا على طول في هذا المشروع. احنا بدينا طبعا هذا الشغل يعني راح ياخذ محمد محاسن نبدا عن الاتفاقيه عن اهدافها وعن كليرنج هاوس ميكانيزم. متى بدا؟ احنا بدانا المشروع هذا بدانا طبعا من فتره طويله، لكن في كان هناك بعض يعني المعيقات بسبب اللي هي تغير في نظم المعلومات اللي كنا ننقل عليه ما بين النظام البلجيكي اللي كان مستضاف في بلجيكيا، وحاليا راح يتم استضافه هذه الصفحه طبعا في الاتفاقيه في مونتريال يعني يعني حتكون مدفوعه لعشرات المئات السنين. فاحنا الان راح نتحدث عن هذا الموضوع. طبعا هي هذه المنصه هي منصه وطنيه المسؤول عنها سلطه جوده البيئه اللي بتدير هذه المنصه. في البدايه راح احنا نجمع كل المعلومات الخاصه بكل المؤسسات. في المرحلة الثانية راح يكون في هناك اكسس للمؤسسات، كل مؤسسة ممكن يكون في عندها باسورد حتى تدخل المعلومات الخاصة فيها، بعدين سلطة البيئة تعمل عليها فيريفيكيشن ويتم ايش؟ ظهورها يعني للبابليك. طبعا هذا المشروع الدكتور مازن طبعا في جامعة بيت لحم في معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة حصلوا على مشروع وطلبوا مساعدتنا لتطوير هذه الصفحة. طبعا هي الصفحة كنا وطنية تجمع كل المؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية. مشكورين طبعا على ذلك. طبعا حتى نطور هذه الصفحه بما يتلائم مع متطلبات الاتفاقيه، ومن ثم المسؤول عن ادارتها ستكون سلطه جوده البيئه ويعني المسؤوليه الرئيسيه. الان بدعو الاخ محمد محاسن حاط يعطينا بس نبذه تعريفيه عن الاتفاقيه وعن الكليرنج هاوس ميكانيزم. يسعد صباحك جميعا. طبعا نحط السلايد بعدين. طبعا الاتفاقيه الدوليه للتنوع البيولوجي هي اتفاقيه من الاتفاقيات الثلاث اللي اقرت في مؤتمر قمه الارض في ريو دي جانيرو في عام 1992. طبعا والاتفاقيه هذا تم دخولها في حيز التنفيذ في 93. الهدف الاساسي لها ديمومه الحياه على الارض وتامين رغد العيش للبشريه مع ثلاث اهداف راسيه: حفظ التنوع البيولوجي، استخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية أو عن التنوع البيولوجي بشكل عام. طبعا بلغ عدد الأطراف أو اللي هي الدول الموقعة في الاتفاقية 196 دولة. وهذه الاتفاقية في لها أجهزة حاكمة، ثلاث أجهزة رئيسية، اللي هو الجهاز الأول هو الكوب اللي هو بسموه كونفنشن اوف ذا بارتس، يعني اللي هو مؤتمر الاطراف. مؤتمر الاطراف يعقد كل سنتين. طبعا كان في خلل بسبب كورونا، تاخر سنتين ثانيات فصار اربع سنين. طبعا هو اللي بيتم في اتخاذ القرارات الحاسمه اللي مطلوب من كل الاطراف تنفذها. أمانة الاتفاقية مقرها في مونتريال، وظيفتها تنظيم الاجتماعات والترتيبات واللقاءات هذه كلها، تنسيق العمل مع المنظمات الدولية وبين الحكومات. والجهاز الثاني الرئيسي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بسموها سلفة. طبعا وظائف إعداد التقارير عن التقييمات عن التنوع البيولوجي وعن التدابير المتخذة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية والرد على استفسارات الدول الاتفاقية. الجسم الثاني الرئيسي بيجي له الهيئه الفرعيه للتدريب سبسيدي بادي اون امبلمنتيشن، لها اربع مهام رئيسيه: مراجعه التقدم اللي تم احرازه في التنفيذ
طبعا من خلال مراجعة استراتيجية بالخطط الوطنية والتقارير الوطنية، إجراءات الاستراتيجية لتعزيز التنفيذ، تعزيز وسائل التنفيذ، عمليات الاتفاقية والبروتوكولات من خلال مكتب مؤتمر الأطراف اللي بتقوم بالهيئة الفرعية الخمسة. طبعا الاتفاقية في إلها بروتوكولات اثنين تابعات إلها تحت مظلتها، بروتوكول قرطاجنة للسلام الإحيائية، طبعا هذا بتعامل بشكل أساسي مع الأنواع المحورة الجينية اللي بنعرف عنها نتيجة الاستخدام الهندسي الوراثي والتكنولوجيا التقنيات الحيوية بتتم إنتاج أنواع محورة جينية تقل جينات أو مواد وراثية من كائن إلى كائن، فهذا بتتحكم في حركة الأنواع المحورة الجينية بين الدول. هذه الاتفاقية تضبط هذه الحركة حتى ما يصير تمر من دولة لدولة أو النوع من الأنواع يتحول إلى آفة أو إلى غريبة. طبعا من نصوص البروتوكول الأساسية في عملية نقل الأنواع المحورة الجينية من دولة لدولة اللي هي اتفاقية تمويل الإخبار المسبق عن العلم، إخبار المسبق عن العلم، إنه لازم الدولة توقع اتفاقية مع الدولة الأخرى اللي تنتقل منها أو تخرج منها تصدر أو تستورد. من الأشياء الأساسية المبنية على الشعار هذا نقل الأنواع المحورة الجينية هو يسمونه نهج التحوط الاحترازي، يعني اللي كيف إنه الدول لازم تقضي احتياطاتها كاملة تحترز بشكل قوي جدا من عملية تصدير أو استيراد الأنواع المحورة الجينية، لأن في لها أضرار ممكن تكون مناسبة في بيئة معينة وناجحة جدا دون أي أضرار، بينما في مناطق أخرى ممكن تصبح أضرار أو أمراض معدية خطيرة. طبعا من نصوصها إنه إنشاء غرفة تبادل المعلومات. طبعا في الأصل راح زي ما راح نشوف لقدام وجود الغرفة تبادل المعلومات اللي هي CHM بنختصرها اللي هي كليرنج هاوس ميكانيزم أو المنصة الإلكترونية زي ما تسموها، هذا طبعا في الأصل للاتفاقية الدولية، كمان للبروتوكول قرطاجنة في لها CHM، وفي كمان لأن بعدها انجلت بعدها اللي هي البروتوكول ناغويا. بروتوكول ناغويا طبعا هذا البروتوكول تم إقراره في عام 2010 في مدينة ناغويا في اليابان، اللي هو طبعا هذا بروتوكول ناغويا تم إقراره كتنفيذ الاتفاق الهدف الثالث من أهداف الاتفاقية اللي هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن التنوع البيولوجي. هذا كان هدفه الأساسي، تقاسم المنافع الناشئة عن الموارد الجينية للتنوع البيولوجي ومع ضمان استمرارها وشبابيتها واستدامتها. طبعا زي ما ذكرنا انه مطلوب منه كمان اعداد غرفة تبادل المعلومات خاصه في ناغويا بروتوكول. طبعا احنا وقعنا على الاتفاقيه وقعنا على بروتوكول قرطاجنة للسلام الاحيائي كدوله فلسطين، ولكن ناغويا ما وقعنا عليه. طبعا من الاشياء الاساسيه المطلوبه من الدول الاطراف الاتفاقيه والخدمات في زمام البلدان وضع وعداد استراتيجية وخطة وطنية للتنوع البيولوجي، وهي الحمد لله يعني عديناها. بيكون في نقاط اختصار وطنية وفي من ضمن المتطلبات الأساسية اللي هذا اللي راح نحكي عنها آلية تبادل المعلومات CHM أو كليرنج هاوس ميكانيزم أو غرفة تبادل المعلومات، الناس يسموها غرفة مقاصة المعلومات. وفي عندنا كمان مطلوب تقارير وطنية كل سنتين وثلاثة، لازم كل دولة طرف تقدم تقرير وطني عن الحالة اللي وصل إلى البلد للتنوع البيولوجي. طبعاً هذا يعني عارف ده معظم الأشياء اللي اشتغلناها إحنا بالإدارة العامة للمصادر البيئية والتنوع الحيوي. الحمد لله عدينا خلال الثلاث سنوات الماضية التقرير الوطني الخامس في 2016 والتقرير الوطني السادس في 2021، وقدمنا للاتفاقية كمتطلب عن دولة فلسطين. عملنا تحديث استراتيجية وخطة وطنية للتنوع البيولوجي في المراحل النهائية لاعتمادها ووصلها للاتفاقية، وإحنا راح نكون من أوائل الدول في العالم اللي عدت الخطة الاستراتيجية وطورتها لتتواءم مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. راح أحكي عنه كمان شوي. أنجزنا الشبكة الوطنية للحمايات الطبيعية اللي هو من أعظم المشاريع على مستوى السلطة الفلسطينية، اللي حال طبعا هذا كان من مشاريع اتفاقيات أوسلو، كانت المحميات اللي استلمناها من عند الإسرائيليين معظمها محميات سياسية أو مبنية على أهداف استيطانية خبيثة، لكن هذه الشبكة أنجزناها بناء على معايير الاتفاقية الدولية ومعايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة المعترف فيه من الأمم المتحدة وبأحدث الوسائل العلمية والدراسات العلمية ميدانية. وبالتالي إحنا هذه الشبكة أنجزناها، شلنا بعض المحميات كان لها أهداف سياسية وأضفنا بعض المحميات وسعنا بعض المحميات قللنا بعض المحميات، وبالتالي يعني كان هو من أعظم الإنجازات اللي أنجزتها سلطة جودة البيئة في هذا المجال.
كمان من الأشياء اللي أنجزناها هو إعداد الإطار الوطني للسلام الأحيائي. هذا متطلب لبروتوكول اللي هو كمبادرة للسلام الأحيائي. إنه كل بلد لازم يعد إطار وطني للسلام الأحيائي. هو بمثابة استراتيجية وخطة وطنية. لكن هذه خطوة أولى. خطوة أولى على طريق خطوات تطوير قادمة. يعني إحنا فين بنزرنا مشروع كبير جدا حتى نقدر ننفذ الخطوات للتعاون مع الجامعات، مراكز الأبحاث، مع وزارة الزراعة، وزارة الصحة، مع المؤسسات الشريكة كلها حتى فعلًا إحنا نضمن ما يكونش فيها الأموال، لأنه حتى الآن الأموال حتى الآن أو اللي يسموها الأنواع المحاولة الجينية ما صار فيها سيرفي بالضبط الغربي في غزة. يعني بالتالي إحنا عندنا سوق الضفة وغزة وحق التجارب الإسرائيلية. بالتالي إحنا بحاجة لمشروع كبير جدًا حتى نقدر ننفذ هذا. كمان قمنا بإعادة دراسة تقييم مناطق التنوع الحيوي الغنية. اللي كانت مدرعة عن خطط المكان المكاني ولا زالت حتى الآن يعني معلقة لم تدرج. وكمان قمنا بالأمور في مجال الوعي العام بالتعاون مع دار العام للتوعية الإعلامي دي. قمنا بعدد من المساحات التعاون مع عدد من الأنجوز لبعض المناطق وحماية بعض كمان الأنواع المهددة بالإنقراض زي الآيرس بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأنجوز. كمان عدينا الاستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية اللي هي بتشكل أخطر ثاني أخطر مهدد عالمي للتنوع البيولوجي حسب تصنيف الاتفاقية. وهذا طبعا الآن تعتبر عندنا ثاني أكبر مهدد بعد تدمير البيئات الطبيعية والمواد الطبيعية. الحين ننتقل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي أو يسموه إطار كانن مونتريال، لأنه إن كان المفروض يعقد في مدينة كانن في الصين عودوا نتيجة كورونا نقلوه على مونتريال. فالاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف صار نصه في كانن ونص الثاني صار في مونتريال عشان يسموه إطار كانن مونتريال. طبعا نعتذر إن عرفت ترجمه طبعا إطار كانن مونتريال هو إطار عالمي يعتبر الخطة الاستراتيجية. كانت الخطة الاستراتيجية الاتفاقية من 2011 ل 2020. في 2020 خلصت الاستراتيجية وظلت دول العالم بدون استراتيجية، الاتفاقية بدون استراتيجية لغاية 2022، نهاية 2022 في شهر 12 لما نقر هذا الإطار اللي هو يعتبر خطة استراتيجية عالمية للاتفاقية لتنميتها. طبعا هو انبنى على ايش؟ على الخطة الاستراتيجية 2011-2020 اللي ضمنت أربع أهداف استراتيجية والأهداف آيشي العشرين اللي بتحقق منها ما لا يزيد عن 20% عن 30%. طبعاً الرؤية الأساسية لهذا الإطار العيش في تناغم مع الطبيعة والعالم يعيش في تناغم مع الطبيعة خلال عام 2050. يجب على دول العالم كلها حتى عام 2050 أن تصل إلى درجة العيش في تناغم ووئام مع الطبيعة. يعني كل شيء مستدام، الطبيعة متزنة، رجعت استعادت عافيتها، الأعداء المهددات والمخاطر كلها راحت. لكن هذا يعني أمل الله على الناس بيصلوا ولا لا بعدها. طبعاً هذا الإطار له أربع أهداف استراتيجية. الهدف الأول اللي هو الأنظمة البيئية اللي بسيستم هي مستدامة، محافظ عليها، محسنة واستعادت عافيتها. الانقراضات في الأنواع اللي هو اليوم أكبر مهدد، انقراض الأنواع بشكل كبير جداً توقفت أو تقلت بنسبة على أقل 10 أضعاف. كمان المصادر التينية تم المحافظة عليها واستدامة. الهدف الثاني إنه التنوع الأحيائي مستدام ومستخدم باستدامة. كمان الخدمات اللي بتقدمها النظم البيئية أو المساهمات اللي بتقدمها الطبيعة للبشر أو المزور نقولها إحنا contribution أو الخدمات اللي تقدمها النظم البيئية والتنوع الحيوي للبشر من طعام، من شراب، من صيد، من ترفيه إلى آخره. مستدام ومحافظ عليه. الهدف الثالث المنافع الناشئة من استكشاف المصادر الجينية الوراثية للتنوع البيولوجي كمان هي مشاركة باستدامة وفي زيادة. ما بتقل، محافظ عليه حتى تحافظ على رفاه الناس والمجتمعات المحلية تستفيد من خدمات النظم البيئية. الهدف الرابع إنه في عندنا نقص في الميزانية، يعني في فجوة كبيرة جدا في التمويل تقدر 700 بليون دولار. إنه هذه الفجوة في المؤتمر أقرت إنه يجب إغلاقها بعدة طرق من خلال آلية اللي هي ريسورس موبيلايزيشن اللي حتى الآن الدول تتناقش فيه، ما تم إقرار بشكل نهائي عليه، لكن هو في الاتفاقية أقر
كهدف رئيسي، لكن بعد المفاوضات على النسب والتغييرات هذه كلها لا زالت في طور النقاش. كمان بالإضافة إلى الأربع أهداف استراتيجية اللي هو احتواها عليها الإطار، طبعا نحكي عن أهداف عالمية هذه للعالم كله، مفروض كل دولة طرف في الاتفاقية تكيف أهدافها بناء على هذه الأهداف أو تحول هذه الأهداف إلى أهداف وطنية. بالإضافة إلى الأربع أهداف زي ما ذكرنا، كمان في الإطار العالمي أو إطار كرمين موتريال تم اعتماد 23 غاية. طبعاً في ناس بيسمي الغايات أهداف والأهداف غايات، لكن إحنا اعتمدنا أهداف استراتيجية وغاية. طبعاً 23 غاية هذول اللي أمامنا بندرج تحت ثلاث عناوين رئيسية، اللي هي العنوان الأول هو تقليل المهدئات للتنوع الحيوي، طبعاً من خلال اللي هي عملية سبيشال بلانينج أو التخطيط المكاني، الإدارة الفعالة، إعادة استعادة النظم البيئية، إنشاء شبكات المحميات الطبيعية والمناطق الفاعلة الأخرى، تخفيف من الأنواع المهددة بالانشراط واستعادة العملية التنمية المستدامة، مكافحة الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها بشكل مستدام، ومكافحة التلوث واللي هو نقول المرونة والتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي. الهدف الثاني أو اللي نقول العنوان الثاني اللي تندرج تحتيه خمس كمان أهداف، اللي هي إنه احتياجات الناس تم تلبيتها من خلال التنمية المستدامة ومشاركة المنافع الناشئة عن النظم الدينية، خاصة من الأنواع من اللي هي الأنواع الغذائية، الزراعة اللي هي مقصود فيها الأجروبيودايفرسيتي أو اللي الزراعة البيولوجية، المساهمات اللي بتقدمها النظم البيئية كمان، أو الأساس عن بين شيرينج اللي كنا اللي هنا كنا بنقول المنافع الناشئة عن المصادر الوراثية. العنوان الآخر اللي هي التولز اند سوليوشنز، الأدوات والحلول للتنفيذ من أجل إيش؟ من أجل إجمال وتعليم التنوع البيولوجي. طبعاً هذا يعني معظمها بسموها الحلول القائمة على الطبيعة، حلول قائمة على الطبيعة، إنه الطبيعة هي اللي بتحل معظم المشاكل الأخرى من خلال التعامل معها باستدامة وبحلول خلاقة. طبعاً هذا فيها عدة مواضيع بديش أدخل فيها من التفاصيل. طبعاً يعني ممكن نلخص إحنا الأشياء الأساسية أو خطة عمل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أهدافه بشكل أساسي لو وقف الانقراض للأنواع المهددة خاصة، وبالتالي يعني تقليل المخاطر الانقراض اللي نسموه الهجول ايه. كمان الهدف الثاني من الاهداف الاطار الخامس اللي هو استعاده 30% على الاقل من النظم البيئيه مدمره ومتدهوره بحلول عام 2030. يعني معظم الدول مطلوب منها بحلول عام 2030 تستعيد 30% على الاقل من النظم البيئيه المتدهوره والنظم البيئيه الهش. الهدف الثالث او التارجت الثالث، معظم الدول مطلوب منها المحافظة عالمياً، طبعاً هذا هدف عالمي كل دولة بدها تكيف على نفسها، مطلوب منها أنه نحمي 30% من البيئات الأرضية والبحرية، 30% من البيئات البرية والبحرية نحميها كما مياه طبيعية حتى فعلاً نحافظ على الطبيعة إنه للأجيال القادمة. كمان اللي هي عملية التخفيف من عمليات إدخال الأنواع غير الغازية والعمل على مكافحتها، واللي موجودة كيف تعمل لها إدارة سليمة تقلل من مخاطرها قدر الإمكان. بالإضافة للتقليل من التلوث وتغييرات التغير المناخ وإدماج التنوع البيولوجي في كافة السياسات والاستراتيجيات والقطاعات. طبعاً نيجي الآن للسياسة أو الكليرنج هاوس ميكانيزم أو اللي غرف التبادل المعلومات أو مقاس التبادل المعلومات أو منصة الإلكترونية لتبادل المعلومات. طبعاً هذه المنصة متطلب من الاتفاقية زي ما قلت. في عندنا منصة إلكترونية سنترال بسموها أو مركزية للاتفاقية، معظم الدول جميع دول الأطراف مطلوب منها تعمل منصة تحت مظلة هذه المنصة المركزية للاتفاقية. طبعاً مشان إيش؟ الهدف الأساسي منها هي نيجي لها. طبعاً هذه المنصة بيعرفوها بعدة تعريفات، في عندنا عدة تعريفات، في ناس بيعرفوا على أنها هي
يعني يعني سيستم او وكاله مركزيه اساسيه لجمع المعلومات لتصنيفها وتوزيعها، وتعتبر جسم رسمي لتوزيع هذه المعلومات والمساعده. في ناس بتعرف على انه هي منظمه مركزيه لجمع المعلومات وبعثها وارسالها الى الناس والمنظمات والجهات ذات الاختصاص، وطبعا معظمها راح تكون مفتوحه للعامه بشكل عام بعد اتمام انشائها يعني بطريقه كامله ومشاركه كل الاطراف. يعني هي في النهايه باختصار هي انفورميشن اكسشينج سيرفيسز، او اللي هي يعني منصه لتبادل المعلومات العلوم والابحاث والتقارير والدراسات الموجوده. اي واحد فينا يشوف العلاقه بين العلوم المفروض يكون على هذا الكورس. طبعا كيف المنصه انشئت؟ بناء على القرار رقم 15 من المؤتمر الخامس المؤتمر العاشر للاطراف، وكان الهدف منه انه هم يحققوا الرساله والاهداف والغايات للاستراتيجيه من 2010 حتى 2020 هي كانت موجوده قبل الاعتماد الاطار العام. كما قلنا الهدف الاساسي انه تشجيع الاطراف على انه كل منصة خاصة في تحت مظلة المنصة المركزية، التعاون بين في المبادرات ما بين الدول، كمان من كان الدول تقدم دعم طلب دعم من الجف اللي هو الممول صندوق الممول الرئيسي للاتفاقية اللي هو جلوبال انفايرمنت فاسيلتي أو يسموه مرفق البيئة العالمي، إنه تأخذ تمويل لتطبيق هذه المنصة. طبعاً الهدف الأساسي تنفيذ الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي لكل دولة لكل بلد وآلياتها وخططها وخطة عملها كلها. طبعا بالإضافة إنه راح تكون هي يعني منصة أساسية للمشاركات وتشجيع البحث العلمي وتبادل المعلومات والمعرفة من خلال هذه الشبكة وإنشاء شركات مع منظمات دولية. طبعا من الاهداف الاساسيه لانشاء هذه المنصه، نحن بنحكي طبعا عن المنصه المركزيه لانه المنصه الوطنيه اللي حكى عنها الدكتور عيسى، راح نترك زملائنا في معهد فلسطين للتنوع الحيوي واستدامه هم يحكوا عنها عن الشغل اللي اشتغلنا. انا بحكي عن المركزيه اللي تابعة للاتفاقيه. الهدف الاول انه هذه المنصه المركزيه تعطي معلومات عالميه فاعله تقدم خدمات لتسهيل التنفيذ للاستراتيجيات الوطنية أو للاستراتيجية المتعلقة بالاتفاقية. الآن الاستراتيجية الاتفاقية لإيش؟ إطار العالمي أو إطار خدمي المنتج. اثنين اللي هي تبادل المعلومات والخدمات المرتبطة فيها. بعدين إنه الاتفاقية بتسهل عمليات تطوير الشبكات للخبراء الناس النشطين براكتشنرز أو الاكتيفيست. بس كده. من خلال طبعا تعاون الاطراف والشركاء، كمان هي زي دليل على للاطراف والشركاء حتى فعلا يتبادلوا الخبرات والمعلومات ما بينهم. بالاضافه انه هي بتزود معلومات اساسيه لتسهيل زي ما ذكرنا تنفيذ الخطط الوطنيه والاستراتيجيه على مستوى البلدان، وبالتالي كله بصب في خدمة الاستراتيجية العامة والإطار العالمي للتنوع البيولوجي. كمان معظم الدول الأعضاء في الاتفاقية والأطراف تتعلم منها، بتاخذ بتنمي قدراتها حتى فعلا إنه هي تطور الغرف المعلومات الوطنية تاعتها. بالإضافة لإنه هي ممكن إنه يكون في عندنا غرفة تبادل المعلومات الوطنية فاعلة جدا وقوية مرتبطة بهذه الغرفة. كمان بالإضافة إلى المشاركة المعرفة والخبرات ما بين الدول. طبعاً هذا العنوان الرئيسي يعني باختصار اللي هو Exchange of Information to Promote Cooperation and Public Awareness. هذا التوعية وتحفيز التعاون العالمي والدولي ما بين الدول للمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامته وصيانته. هذا بشكل شكراً لكم لحسن استماعكم. يعطيك العافية أبو عيسى، عشان الآن احنا كنا بنخلي بس النقاش والأسئلة في النهاية. شوف في أسئلة يعني في عندنا يعني برنامج هو مناقشة سواء بعد المحاضرة هي الرئيسية،
طبعا بنحكي ولا لا عنده واحد على الاقل يعني في توفير اجل واحد على الاقل يعني في توفير عن 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 الاقل يعني وهو قدم معلومات مختصرة على الاتفاقية وعن آلية اللي هي لكلير الكونفدراليزم اللي هي غرفة تبادل المعلومات الدولية وعن الغرفة الفلسطينية طبعا احنا يقدم العرض عنها اللي هو الأخ محمد نجادرة من معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة راح يعطينا معلومات راح يعرض اللي هي اللي أو اللي هي الويب سايت تبعتها راح نعرف احنا شو طرحنا من جهتنا كسلطة جوز البيئة. طبعا احنا بدأنا في هذا العمل منذ 2016-17 طبعا مع البلجيكيين بعدين صار في هناك تعاقب طبعا بسبب ان احنا كان في نظامين للمعلومات نظام قديم نظام بايولاند الان ننقل عليه احنا مونتريال فالان كل هذا احنا راح يعرضنا محمد نبدا عنا هي طبعا اللي اوت او هذه الصفحه راح نترك المجال لكم للنقاش والاقتراحات للاضافه او للملاحظات او التعليق فانا الان بدي اترك المجال للاخ محمد نجادله يقدم لنا اللي هي التقديم عن غرفه المقصره لدوله فلسطين هي تعني غرفة تبادل معلومات. هذه الغرفة زي ما كان أبو عيسى هي أداة قطرية عبر الإنترنت تعطيك قرار خير بحيث أن حاليا قدم التقرير الوطني السابق. التقرير الوطني السابق بدل ما كان سابقا جمع المعلومات من الستيكهولدرز الستيكهولدرز إذا التزموا بتدوير سلطة جودة البيئة المعلومات اللازمة للويب سايتات هي فعليا سلطة جودة البيئة تصفي عندها تاخذ المعلومات مباشرة ترحلها على التقارير الوطنية فبالتالي التقارير الوطنية تكون أسهل في إعداد هذه التقارير لأن هذا صممتها الاتفاقية الدولية تم إنشاء آلية غرفة تبادل المعلومات تابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي إضافة للمادة 18 بالاتفاقية بالإضافة للقرار 10 مثل مهمتها بالإنسان بشكل كبير تبديل اتفاقية التنوع البيولوجي وقطع الاستراتيجية للتنوع البيولوجي. المحور مهمة غرفة تبادل المعلومات على ثلاث أهداف رئيسية ذكرت رئيسها هي توفر آلية غرفة تبادل المعلومات المركزية خدمات معلومات عالمية فعالة بسهل تبديل الخطة الاستراتيجية التنوع الحيوي بالاضافه بتوفر اليات غرفه تبادل المعلومات الوطنيه خدمات معلومات فعاله تسهيل تنفيذ الاستراتيجيه خطط العمل الوطنيه مش بس الاستراتيجيه الدوليه للتنوع الحيوي الشركاء تقوم بتوسيع شبكات وخدمات اليه تبادل المعلومات الموقع الالكتروني هو النقطه المركزيه في كل الاحكام عليها ولكن باختصار لفظ اللي أحسنا سابقاً هذا موقع إنفوكارت وأداة لتقديم التعديلات فإنجاز الدولة الفلسطين إلى التنوع البيولوجي ضمن التزامات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي يتقدم هذه الإنجازات للاتفاقية من خلال هذا الموقع كمان هي أداة التعريف المالكية لإنجازات كل بلد في مجال التنوع البيولوجي وبالتالي هي أداة توجيه المالكية شو جوانب الدعم في مجال التنوع الحيوي لأي دولة. الشغلة الثالثة هي أداة تعريف المانحين بالمؤسسات العاملة مجال التنوع الحيوي في كل دولة. بالتالي هذا ضمن الاتفاقية أي مان مستقبل تقدر تقدم منحة في حد مقدم بروبوزل لمنحة معينة بدخل هذا المانح على غرفة تبادل المعلومات يتعرف على هذا الشخص هذه المؤسسة هل هي ضمن المؤسسات العاملة في مجال التنوع البيولوجي؟ شو هي المعلومات المتوفرة عن هذه المؤسسة؟ بالإضافة هي أداة لعرض إنجازات المشاريع المنفذة في مجال التنوع البيولوجي في دولة فلسطين وهذه بلشت فيها بعض الممولين فلسطين يستدعي الممولين لهذا المشروع وطالبات بحيث أن كل مشروع أنت بتنجزه يعني أنت بتاخذ مشروع من المالك تنهي هذا المشروع التقرير النهائي للمشروع وإنجازات المشروع وشروعات غيرها بدك تحملها على السي اس ام تاع الدولة اللي أنت موجود فيها. فبالتالي هاي
هي أدالة عبد الإنجازات المشاريع سواء للجهات العالمية أو للناس المحليين والمؤسسات المحلية الموجودة. هي كمان منصة لتبادل جميع المعلومات والإنجازات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بطريقة مفتوحة للجميع من الجهات الحكومية. أنا ملت على جهات حكومية بالدولة نفسها، جهات أو الهيئات غير حكومية والمجتمع المحلي، باحث، أشخاص مهتمين بأي شيء له علاقة بالتنوع الحيوي، بدل ما يتواصل مع الوزارة كذا أو كذا يأخذ منها معلومات عن بده إياها وبلاقيها على الويب سايت. كمان هي أداة لنشر المعرفة لجميع المهتمين بالتنوع البيولوجي في فلسطين. أي شخص في العالم مهتم يتعرف شوية على التنوع البيولوجي في فلسطين يقدر من خلال هذه المنصة الوطنية يتعرف عليها. يجي للمنصة. هذه المنصة مثل ما حكى الدكتور عيسى هي تم الشغل عليها من 2016، شغل عليها عدة مرات تحميل عدة ملفات، ولكن بسبب التغييرات في الويب سايت وعلى وين بيكون حاليا على البيولاند صار في خطوة تشغيل فيها، دخلت معلومات كانت مضافة، معلومات تضافت جديد قديما. حاليا المرحلة الأولى هي مرحلة تركيز أشياء بالأشياء عن الويب سايت هذا الأشياء، أشياء تركيز للمحتوى الرئيسي. هذا المحتوى الرئيسي إذا الصفحة اللي تطلع اللي هي لدولة فلسطين، طبعا هي باللغتين، كل دولة عندها مجال تسويها باللغات اللي هي بحاجة لها أو بدها ترغب إن تكون عليها. الصفحة لفلسطين راح تكون باللغتين العربية والإنجليزية. المحتوى الرئيسي لهذه الصفحة هي صفحة رئيسية، هذه الصفحة الرئيسية تكون عليها بداية معرض صور أو أخبار. الصفحة الرئيسية في كمان آخر الأخبار تطلع سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية حسب أي لغة اللي تم استعمالها. هناك موضوع اللي هي إما الكونتنت ستاتستكس، المحتوى تاع الويب سايت هاب نفسه يكون موجود عليها، أو بعض الدول بتحط الانفيرمنتال كالندر أو المناسبات البيئية ممكن أي حدا يتعرف عليها موجودة في هذه الدولة في فلسطين تكون موجود عليها على صفحة رئيسية. يجي بعدها المحتوى الرئيسي، المحتوى الرئيسي الموقع كان الأباط هذا بشكل عام في ساينس بوليسيز اند براكتسز، هذه اللي هي تمج ما بين تسد الفجوة ما بين هذه الأشياء. فهذا تم تصميم المحتوى بحيث أنه يغطي متطلبات الاتفاقية، يغطي متطلبات الدولة كما تقول حاجة لها، متطلبات المالكين. كمان تصميم المحتوى هذا يعني شو الأشياء اللي تكون محتويات رئيسية تم مراجعة طوال من كيف تتوظف في فلسطين، جهات حكومية، جهات خاصة، أشخاص مهتمين بهذا المجال أو في أفلام الحاجة فلسطين. وبالتالي تم تقييم كل حدا من هذول الأشخاص أو من هذه الجهات وشو بده، شو ممكن يستفيد من هذا الموقع. هلا بالنسبة لفلسطين كمان سواء كمان مانحين والإطلاق الأباط اللي هي عن فلسطين، إيش في فلسطين؟ إيش في فلسطين؟ مقدمة أو نتج عن فلسطين. هذه أي مانح أو أي حدا بده يتعرف على فلسطين وشو التنوع الحيوي الوضع العام للبيئة بشكل عام في فلسطين، التنوع الحيوي فيها بالدولة الأمريكية من خلال هذه الصفحة. بعدين الجهة الرئيسية المسؤولة عن التنوع الحيوي في فلسطين قدام الاتفاقية هي سلطة الجودة الأمريكية. فبالتالي أي شخص سواء كان مانح كان شخص محلي، في ناس المجتمعات المحلية ما بعرف إيش هي سلطة الجودة الأمريكية أو شو أدوارها أو شو الأمور اللي تقوم فيها. فبالتالي من خلال هذه الصفحة بقدر يتعرف أكثر على سلطة جودة البيئة ودورها ومجال عملها في البيئة وفي التنوع الحيوي. كمان على الناشونال سي إتش آر كليرنج هاوس ميكانيزم، إيش هذا الويب سايت؟ شو ممكن يدافع فيه؟ كنبذة بسيطة على هذا الموضوع. يجي بعد هذا الموضوع الساينس. الساينس أنا في عند الأيتم اللي هي البيودايفرسيتي أوفر فيو تعرف على التنوع الحي بشكل عام في فلسطين، البيودايفرسيتي كونزرفيشن موضوع حماية التنوع الحي في فلسطين، الإيكو سيستم النظم البيئية الموجودة، البابليكيشن. نعرف بالتفصيل البيودايفرسيتي أوفر فيو، أي حدا مهتم بموضوع التنوع الحي في فلسطين بده يتعرف على
تنوع الحياة والحيوانات فونا أو الفلورا أو الثريتس اللي هي التهديدات على التنوع الحيوي. فبقدر من خلال هذه الصفحة لما بدخل على الفونا يشوف بشكل عام عنها، ولكن بدخل بلاقي كمان روابط. هذا الروابط إذا في مؤسسات بتشتغل في مجال التنوع الحيوي في عندها ويب سايت على مستوى السبيشيال ليفل أو الفاميلي أو غيرها أو دراسات عامة، فممكن من خلال صفحة الفونا يروح لصفحات في مؤسسات ثانية من خلال رابط يتعرف على التنوع الحيوي في فلسطين. ممكن على مستوى متقدم إن خلال هذه الصفحة يكون في صور مع أسماء السبيشيز على مستوى، ولكن هذا طبعا بدأ متابعة بشكل مستمر وبدأ هذا على مستوى متقدم، ولكن على المستوى الأولي راح يكون فيها مقدمة بسيطة على تنوع الحي والحيوانات الفلسطينية وبعض الروابط لمؤسسات ويب سايت أشياء لها علاقة أو ممكن منشورات لها علاقة بتنوع الحيوي والحيوانات الفلسطينية. الفلورا بنفس الطريقة الثريتس في 6 تهديدات عالمية. هذه التهديدات أي حدا مهتم يتعرف عليها بدخل بيشوف قائمة هذول الثريتس، بيشوف نبذة عن هذه التهديدات العالمية للتنوع الحيوي اللي هي 5 تهديدات، والتهديد السادس لفلسطين اللي هو الاحتلال الإسرائيلي، فبيشوف نبذة عن هذه التهديدات على التنوع الحيوي. فبالتالي هان سواء كان ممول، سواء كان شخص محلي، سواء كانت مؤسسة جهة حكومية جهة خاصة حاب يتعرف أكثر على التنوع الحيوي في فلسطين بلاقي هذه الأشياء تعرف عليها. موضوع حماية التنوع الحيوي، حماية التنوع الحيوي أنا الزائر لهذه الصفحة بتعرف أول شيء على شركة المحميات الطبيعية. شركة المحميات الطبيعية الجديدة هي راح تضمنها قائمة بالمحميات الطبيعية، كل محمية صور لها لينك للبروفايل لهذه المحمية، خارطة المحمية. ممكن مؤسسة أو باحث وبحاجة لطلب طلب محمية مثلا وادي الزرقاء العلوي، بالتالي بدل ما إنه بده يتواصل مع خطة الجنوبية أو يتواصل مع أي حدا بيقدر يفوت على هذا الويب سايت ويلاقي يدخل يلاقي معلومات متوفرة حول هذه المحمية بروابط أو بصور أو بالغرائط يتم تحميلها من قبل اللي هي وحدة الجي آي إف في منطقة البيئة عليها. في إضافة مثلا الغابات في شركة الغابات الطبيعية الموجودة في فلسطين، هذه وزارة الزراعة أي حدا يعرف أكثر عن الغابات وبحاجة يتواصل مع وزارة الزراعة. فهذه وزارة الزراعة توفر معلومات خاصة بالغابات وخطة البيئة بحيث أنها تكون خارطة للغابات الموجودة في فلسطين، معلومات عنها وين موجودة وين. فأي مجتمع محلي مؤسس فرضي حدا يعرف هل هذه الجنبة هي غابة مثلا ضمن هذه الغابات معلومات عنها بيقدر كمان يستفيد منها باحث أو أي شخص مهتم. المناطق المهمة للتنوع، المناطق المهمة للطيور الامبورتنت بيرد ارياز في فلسطين، كمان هذه تشمل تعريف وخرائط لهذه المواقع يتعرف أي شخص عليها من خلال هذا الويب سايت. الامبورتنت بلانت ارياز كمان ايش هي هذه الامبورتنت بلانت ارياز، المناطق المهمة للنباتات الموجودة في فلسطين. الكي باي دايفرستي ارياز كمان بنفس الطريقة على كثير بيت مثلا ضبط الجمركية، شرطة البيئية، بعض الأحيان اللجان تعمل كشفات على محلات الحيوانات أو على غيرها. حتى الآن ما صار في دراسات على الريد ليست، ولكن أنا إحنا كانت الرؤية عن موضوع 2050 شو اللي بدها تكون على شيء مستدام، يعني شو بده يكون الويب سايت. فبالتالي أي حدا ممكن سواء من الشرطة أو أي حدا مهتم بموضوع الريد ليست بيقدر يدخل عليه يشوف قائمة بهذه الأنواع، ممكن صورها، الاسم بتاعها، الاسماء هذه كلها من خلال هذا الايقون. البايوسفير ريزيرف شركة المحميات الطبيعية الجديدة أقسم قيمات 4 مليار، 4 محميات هي مقترحة محميات محيط حيوي. فبالتالي أي شخص مهتم بأن محميات المحيط الحيوي هي مهمة في أي دولة، فبالتالي هان بده يفوت يتعرف عليها، يتعرف على خدمات الأمم البيئية الممكن توفيرها في هذه المحميات، معلومات أكثر عنها. الإيكوتوريزم السياحة كمان السياحة البيئية في تنامي في فلسطين. بالتالي إذا في حدا بده يتعرف على مواقع السياحة البيئية في فلسطين، المسارات البيئية، ما
منشورات عملتها مؤسسات عن هذه المسارات البيئية دراسات عملت عليها بقدر من خلال هاي توديه إما تعطيه في البداية نبذة عنها ولكن كمان ممكن تبدأ توديه على ويب سايت المؤسسات اللي بتشتغل عليه على المسارات البيئية عندها ريبليكيشنز عندها في هذا المجال. الانفيجن سبيشيز الأنواع الغريبة الغازية كمان هي في تنامي في زيادة فيها. أي حدا بحاجة تعرف على الأنواع الغريبة الغازية في فلسطين بيجي تعرف عليها أي أمور في موضوع الحماية موضوع المكافحة بيقدر تعرف على أي معلومات أكثر من خلال هذه الصفحة. الويتلاندز المناطق الرطبة هذه اللي في توجه لموضوع انضمامنا لتصفيق رأسها وفي هنا مناطق رطبة هي موجودة أصلا في فلسطين. على هذه المناطق الرطبة بحاجة لدراسات شكلها بحاجة لمعرفة أكثر عنها فبالتالي هذه المناطق الرطبة كمان في وأنكم بتوجه إلى معلومات عنها. يجي موضوع النظم البيئية نظم البيئية هي عندنا بلانت ريجن بلانت جيوغرافيكال ريجنز حتى مهتم بهذه المواقع ما تم بخرطة لهذه المواقع معلومات عنها بيقدر من خلال هذه الأرجن يكون في طريقها. البوبيليشنز في عندنا المكتبة الوطنية في فلسطين ولكن ما في جمع حتى الآن لشو المنشورات والأبحاث اللي بتطلع في مجال البيئة والتنوع الحيوي. الثاني هام صفحة البابليكيشن سايد إلى توقف السايتيشن تاع الأوراق العلمية المنتشرة في فلسطين على مواضيع لها علاقة بالبيئة والتنوع الحيوي. الثالث أي شخص مهتم رح يصير فيها تصنيف مثلاً حسب الفونة حسب الفلورا حسب أي أمور ثانية وأي شخص بيشوف هل مهتم بالعنوان بتاع الورقة العلمية فبقدر الآن هيروح للرابط المجندة ويقرأ أكثر يتعرف على المنشورات على هذا الموضوع. نيجي للبوليسيز. البوليسيز هاتي أن الأنبيسات نجمع إلى الانبيسات استراتيجي والأكشن بلان في الاستراتيجيز والناشنال ريبورت ناشنال ليجيسليشن والإنترناشنال كونفنشن. هلا الانبيسات أنا ليش كنت أتضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الحيوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية 1999 في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية 2022 فهذه راح تتضمن روابط للاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية ولكن في ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية في كمان خطط العمل تعد الاستراتيجية بقدر كمان أي شخص يصير لها بسهولة من خلال هذه الصفحة جزء الأكبر ممكن في حدا مهتم يقدم منحة معينة مشروع معين يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية فبالتالي ممكن ما نتعرف على مانع كل الممولين في هذا المجال فهذه الصفحة تعطي مين هم الممولين اللي ممكن أن يقدمهم فاند لموضوع معين ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية خطط العمل. هلا الاستراتيجية الناشونال ريبورت في استراتيجيات ثانية غير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحيوية مثلا استراتيجية مكافحة التصحر أو استراتيجيات أخرى اللي هي السلامة الأحيائية القوانين قانون البيئة الفلسطيني وما لها علاقة بالتوعية والتعليم البيئي هذه ممكن تكون فيها يكون فيها روابط استراتيجية الوطنية للتغير المناخي مع التغير المناخي كلها بتكون ها بالإضافة للناشنال ريبورتس اللي هو التقارير الوطنية الأول الثالث الرابع الخامس الثالث والسابع كلها التقارير الوطنية أي حدا مهتم يقرأها يعرف معلومات أكثر منها بلاد الروابط بتاعتها هام مش بحاجة إنه يروح على موقع السي بي دي يدور عليها فهنا توديه مباشرة من خلال روابط أو من خلال إذا كانت محملة على الموقع كاملة يقدر يروح عليها أثناء الاستشارة اللي هي هنا قوانين القانون البيئة الفلسطيني أو أي قوانين لها علاقة بالبيئة والتنوع الحيوي. الانترناشونال كونفنشنز هذه الاتفاقيات اللي لها علاقة بالتنوع الحيوي اللي وقعت عليها دولة فلسطين. هذه الاتفاقيات بتقدر تقول السائل تعرف إيش هي هذه الاتفاقيات
تقدم عنها. عشان نتعرف على أكثر شو تستفيد دولة فلسطين، شو إنجازات دولة فلسطين تجاه هذه الاتفاقية، يفوت عليها الروابط الكويتية مباشرة على موقع هذه الاتفاقية، فبالتالي يسهل وصول الناس لكل هذه الاتفاقية. نيجي لموضوع البراكتس. البراكتس هي الأشياء اللي بتصير على الأرض الشمل الرئيسي هذه البروجكت. البروجكت هي شغلة أساس، هي متطلب أساس في الموقع، بحيث أن ملزم صوت الدولة فيها أن كيف الهولدر يكونوا يقدموا إنجازات المشاريع على هاي الصفحة. على هاي الصفحة يمكن عمل صفحة أساس داخل كيف الهولدر بحال إنجاز أي مشروع التنوع الحي والبيئة يتم تحميله على هاي الصفحة، ولكن يتم تحميله راح يكون لهاي الصفحة شخص مركزي في سلطة جودة البيئة. هذا الشخص أي مؤسسة تقدم ترفع أي شيء تعمل تعديلات حسب شو الأكسس تاعها في مستويات الأكسس لهذا الموجود هاي بتعديلات بإضافات. أي حدا يقدم يبطلها مخفية تماماً الشخص الرئيسي الموجود في سلطة جودة البيئة، إما بيكون كشخص وإما بيكون في تابع لهذا الشخص في لجنة من الناس المختصين في التنوع الحيوي في هذا المجال، يعملوا على تقييم بعض الأشياء ممكن منشورات أو غيرها. ممكن هذا الشخص يوافق على إنه يتم النشرة وأي شخص بيكون على الموقع يظهرها مباشرة، أو إذا يعدل عليه قبل ما ينتشر، فهذه تكون مسؤولية الشخص اللي موجود في سلطة جودة البيئة. كمان في عندنا شيء رئيسي في البراكتس، ستيك هولدر. ستيك هولدرز في المنظمات الحكومية اللي بتشتغل في هذا المجال، مين هي هذه الوزارات أو شو اللي بتشتغل في هذا المجال؟ التنوع الحيوي هي هو عمل قطاعية، بمعنى أنها تتداخل مع كل قطاعات. هذه الصفحة تتضمن مين هي المؤسسات الحكومية لها علاقة في التنوع الحيوي، مع رابط يؤدي في سواء كان ممول، كانت إدارة الاتفاقية، جمعية، شخص مهتم بهذا الموضوع، يفوت أكثر على الويب سايت تاع الوزارة، أو في النون جوفرمنتال أورجنايزيشنز اللي هي بتشتغل في مجال التنوع الحيوي في فلسطين. بالإضافة في جامعات مراكز أبحاث من الجامعات الفلسطينية، مراكز الأبحاث هل في تخصصات سواء البكالوريوس الماجستير الدبلوم اللي بتعطيها في مجال العلاقة بالتنوع الحيوي والبيئة، فبالتالي بيقدر أي حدا مهتم بهذا الموضوع طالب توجيهي بالجامعة يخلص إذا يتعرف أكثر على الجامعات الفلسطينية وإلها شو في تخصصات العلاقة بالبيئة والتنوع الحيوي، بيقدر كمان هذا الموقع يخدمه إنه يفوت يتعرف على الجامعات الموجودة وشو فيها تخصصات ممكن في هذا المجال أو مراكز الأبحاث الموجودة. بالإضافة للإنترناشونال إيجنسيز اللي هي المنظمات العالمية زي CBR أو غيرها اللي بتشتغل في مجال التنوع الحيوي يتعرف الزائر على هذه المؤسسات. الإكسبلور هاي الاستكشاف، أي حدا بده يستكشف أكثر عن التنوع الحيوي في فلسطين، هاي في منشورات وأناونسمنت. أي ممول حليم بده يعلن عن فند معين، أو حدا بده يعلن عن ورشة عمل، أو حدا بده يعلن عن مؤتمر أو غيره، هذه بتوفر بتم مراسلة سلطة جودة البيئة قبل أي شخص من هذول الأشخاص، بحيث بيكون إعلاناتها، وهذا بيساعد إن أي شخص بيتابع هذا الويب سايت بيقدر يتعرف على كل المنشورات أو كل الإعلانات لها علاقة بالتنوع الحيوي، سواء كانت ورش عمل، اجتماعات، أي شيء فاندز بهذا الشكل. Biodiversity site، أنا ممكن التسمية تاعتها تسردها عن بدر تكون Biodiversity site ولا إيش الفكرة منها؟ نتوقع في عنا حدائق نباتية، في عنا حديقة الحيوانات الوطنية،
في عندنا مراكز ابحاث او في عندنا محطات تحجير طيور، في عندنا متاحف التاريخ الطبيعي. هذه كل هالاشياء اللي لها علاقه ب ممكن اي حدا بده يزورها، ممكن سائح بده يزور فلسطين بده يشوف مواقع علاقه بالتنوع الحي ومهتم يزورها يتعرف عليها، بالتالي بفوت عليها يتعرف على هذه المواقع اللي لها علاقه بالتنوع الحيوي او تشتغل في مجال التنوع الحيوي، وبيفوت معها على معلومات اكثر من خلال الويب سايت لهذه المواقع، بالتالي يتعرف اكثر عليها يعرف زياره لها او غيرها من الاشياء. funding opportunities هذه هي خاصة بالممولين. إن أي ممول بده يعلن عن funds معين يقدر يعلن عنها من خلال هذه الصفحة. wildlife photographers كمان الصفحة ما بدها تخدم بس في الناس، اليوم في تنامي في موضوع تصوير الحياة البرية. مصورين الحياة البرية في عندهم تسجيلات كثير رائعة، كثير صور ممتازة. فهذه wildlife photographers يعني أقل شيء ممكن يتم قيمه هو تعريش كل شيء قائمة بين المصورين الحياة البرية في فلسطين، يكون تعريف بسيط فيهم، يكون في لينك يودي للويب سايت تاع هذا الشخص إذا كان مشير، سواء كان بيت أو كان ويب سايت بيعلن عنها وينشر الصور بتاعت عن التنوع الحي فيها. فبالتالي كل مكان هذا المصور الحياة البرية مشير هو راح يكون في عندها أكثر الناس راح تكون تفاعل معها، ولكن سلطة جودة البيئة من جهتها تكون عرفت الناس أو أي سائل لها، سواء كان ممول، سواء كان اتفاقية، سواء كان سائح، سواء كان أي شخص أو مؤسسة، يتعرف أكثر على مصورين الحياة البرية في فلسطين ويطلع على بعض الصور اللي منشورة من خلال. آخر شيء في الويب سايت هي كونتاكت أس، هي عن معلومات التواصل مع سلطة جودة البيئة، كيف الوصول لسلطة جودة البيئة وغيرها، بالإضافة للشخص اللي بده يكون سلطة جودة البيئة مسؤول عن هذا الويب سايت، يواظب يرتب يظل فيها بشكل متابعة الويب سايت. بدور نحن في المرحلة هاي تعيد قبل علاقة المجتمع المحلي بهذا الموقع والغرض منه، وهذا اللي احنا موجودين في البداية اليوم عشانه، جمع المعلومات والأضرار ذات الثروة وتحميلها على الموقع، جمع المعلومات سواء من المؤسسات الحكومية، الـ NGOs، جودة البيئة، وغيرها الموجودة في الأرشيف، معلومات كلها علاقة ممكن تتحملها سواء بدك برامج، بدنا معلومات، غيرها تكون تتحمل على هذا الموقع، ترتيب الموقع بما يحقق رؤية الموقع وأهدافه اللي حكينا عنها سابقا. اعتماد الموقع كموقع رسمي ونشر مقابل إدارة الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي. حتى الآن الموقع هو تست ويب سايت، يعني في مرحلة الاختبار. لحد ما يصل مرحلة نهاية المشروع راح يتم مراجعة الموقع من قبل الجهة اللي هي السكيبايز والقائمين، إما من إدارة الاتفاقية إن هم يتبعوا مع الناس على هذه المواقع تاعت كل دولة، يقيموا هذه المواقع قبل ما يوافقوا عليها أن تكون بابليك، بحيث أن أي حدا يدور عليها على الإنترنت يقدر مباشرة يفوت عليها ويشوف المحتويات هذا الويب سايت. آخر شغلة، أهم شغلة من كلها، بناء آلية مستدامة لتغذية تحديث الموقع. بنبنى الموقع في البداية وبصير محتوى كثير رائع، ولكن إذا ما كان ما بعد نهاية المشروع في استدامة كده من تحديثات لمنشورات لأخبار لأن امتنعت أن دول علاقة كل واحد بحوض بأمن إنجازاتها في مجال التنوع الحي والاستدامة عليها، كل هذه الأشياء راح يظل الموقع آمن، ما راح يكون فيه ما راح يكون فيه نشاط. فبالتالي طالما بظل فيه استدامة في هذا الموقع وتحديثات مستمرة راح يكون هنحط الجهد فيها موضوع كتابة التقارير الوطنية شغلة بسيطة جدا. دور ذوي العلاقة والأشخاص الموجودين عام الأشخاص غير هذول العلاقة الموجودين في فلسطين. تدريب فريق العمل بما هو مطلوب لتحميل على الموقع سواء كان التقارير، قرائن، صور وغيرها من الأشياء اللازمة. تغذية راجعة على تحديثات الموقع من خلال ورش العمل والاجتماعات اللي راح تصير خلال فترة المشروع. بعد نشر الموقع
الحفاظ على التواصل المستمر مع الشخص المخول من فوق جودة البيئة بتسجيل التقارير بصراحة الصور الأخبار وغيرها رفعها على الموقع وتحديثها بشكل مستمر. وآخر شيء متابعة الموقع باستمرار للتعرف على آخر الأخبار إعلانات الممولين لمشاركة على الموقع بالإضافة للاستفادة من محتوى الموقع. هذه شكل أساسي إيش هو موقع بقى تراب المعلومات عليه المقاصة أو الكلام الخاص. هذا هو الموقع وهذه محتوياته وإيش هذا. يعطيك العافية محمد. طبعا من معهد فرق الكلام والحياة والاستدامة جامعة بيت لحر. طبعا احنا هذه هي المحاضرة الرئيسية اللي هي عرض الموقع بالصيغة اللي تفرجت عليها، هي مطروحة الآن للنقاش، مطروحة للاستفسار، مطروح كمان للاقتراحات. هي هذه مش بصورة نهائية، احنا يعني اشتغلنا على هذا الموقع، صممناه بهذه الصيغة، بدينا من 2016 عدلنا عليه، عدلنا احنا والمعهد مع السي بايوس اللي هي المعهد الملكي التنفيذي، لكن هو ما زال في البداية، يعني التعديل وارد، الاقتراحات نأخذ فيها، وإحنا أي سؤال إحنا راح نرد عليه، لأن إحنا معنيين تطلع هذه الصفحة تمثل فلسطين وتمثل كافة المؤسسات الفلسطينية. صحيح راح تكون دور من جبهة صوت الجبهة الليبية بس متى هي فوكال بوينت الاتفاقية، لكن إحنا بهمنا كمان المعلومات تكون على هذه الصفحة تكون تمثل دولة فلسطين، عشان إحنا في كل مجال للنقاش، للأسئلة، للاستفسارات، للاقتراحات، عشان إحنا نبدأ، إحنا بدينا من البداية، يعني ما نطلب منها، إحنا رجعنا صفحات كثيرة لدول عديدة، كان في عنا مراجعة اجتماعات سابقة مع المغرب، اللي هي المغرب تقريبا الدولة العربية الأولى اللي بدأت تبعيزها في هذا الموضوع، وعند مدربين في إحنا طواقمنا، طبعا دربنا طواقم من سلطة البيئة للتعامل مع هذا الموقع، لكن إحنا زي ما نقول هذا الموقع لدينا الفرصة إن نعدل عليه بناء على مصطلحاتكم ملاحظاتكم وتصوراتكم. المجال تفضل. أي حدا عنده اقتراحات؟ أنظر تفضل. هذا المؤسسة هو المشكلة تبعنا، هذه مشكلة كبيرة عندنا في المجلس، إذا بتعرف أن حالات صارت في المجلس موجود فيها، إنه أشخاص عنده تقارير اللي مستغلوها هم منهم على أساس يعملوا أبليكيشن فيها، راح واحد ثاني جاب التقارير هاي لخصها سوى فيها بين المباشر، هو كيف أنا كمؤسسة اللي أنا أضمن حقي كمؤسسة أو كباحث كيف أنت بتضمن حقك في هذا الموضوع؟ ما حد يستغل هاي المساعدة إلا بطريقة صغيرة خلينا نقول، بدنا نستغل الموضوع. والويب سايت موضوع كله ممتاز جداً من الآخر، ما في أي تفاوض لبيع من عمل تقارير من الاستفيد. نشوف إحنا البلد وين واصل في المشاريع، حتى إحنا وين في جانب تربية صح؟ ولكن إحنا نحاول الحماية لهذا الموضوع. ممكن جاوب على اقتراح إجابة على أنطون، إنه المعلومات اللي نحطها على الويب سايت تكون منشورة already يعني في مجلات علمية، مش primary data اللي مش منشورة. ليش؟ لأنه إذا هي منشورة بمجلة علمية الناس عندهم access لها بالأساس. فأنا هذا اقتراح إنه ما نحط data على الويب سايت اللي هي primary data اللي ممكن تنتشر زي ما حكى أنطون. عامل انت مثلا برشوله التوعيه، عامل شيء استراتيجيه مثلا، عامل ماشي
عامل خطه لمؤسستك انت، يعني احنا معنيين كمان كل هذه المؤسسات اذا شفت انت قائمه بالان جي اوز اساميكم كلها موجوده، بعض المؤسسات الحكوميه. فانا عندك انت جمعيه طبيعه فلسطين، معهد فلسطين، يعني هاي كل الجمعيات انت اكيد لكم استراتيجيات وخطط عمل. احنا هذه معنيين كمان تكون موجوده، لان احنا بيهمنا كمان الدولار، لان احنا بنشوف كمان قائمه بالدولار على الوصل، معنيين يكون في هذه التقاطعات بيننا وبين اللي هي الدول المانحه حتى نعمل شويه برامجنا. واحنا بيهمنا كمان استراتيجيات تكون متوائمه مع مين؟ على الاستراتيجيه الوطنيه، لان احنا لما تكون الاستراتيجيه الوطنيه منشوره، استراتيجيتكم منشوره بنقدر ان احنا كسلطة تنفيذية لما نيجي نقول بدنا اجي انضم عند جمعيه طبيعه فلسطين بدي ادرس ثلاثه. انا بسهوله بقدر احدد على السريع ان هذا المشروع هو جمله التقاطعات ضمن الاستراتيجيه الوطنيه. عشان هيك احنا بنفضل ان الداتا اللي ممكن تنتشر في مجلات علميه يفضل ان يتم نشرها بعدين يتم تزويدنا فيها. التسجيل كمان اشتغل الموجودين يعني في هذا الاستراتيجيه الاتفاقيه المتوقع مع الاتفاقيه عشان تاخذ الفاند. واحده من الاشياء الموجوده في الاتفاقيه ان انت التقرير النهائي اللي بدك تبعث لي اياه، قبل ما تبعث لي اياه بدك تبعث لي كمان في لينك للتقرير عشان بده يكون موجود على السي اتش ام. فانا في بعض الممولين هذا بده يكون في انتباه لها مؤسسات الدور الفاند. لو تكون في الاتفاقيه الموقع عليها مع الممول انك تتحمل التقرير النهائي بتاع المشروع على يعني نقطة مهمة كلمة تشتغل شيء في النهاية التقرير الفني اللي تقدمه أنت في الإنجاز، أنت ما بتحط فيه كل الداتا، أنت ما بتحط الساينت بداتا اللي تنشرها عادة، يعني أنت بتعمل تقرير فني أنجز 1 2 3 4 5 6 بتحط أنت المين داتا، لكن أنت ما بتحط ديتيل لمين للفندر عادة هي هيك. كمان بالنسبة لسؤال الفاليديشن الداتا، احنا من الكونتنت مانجر راح يكون عندنا كل المسؤوليه، راح تكون عندنا الصوت الجيوتكنولوجيا وراح يتم الطريق مختصين باستمرار هذا الموضوع. الان راح يتم تشكيل لجنه لمراجعه الداتا اللي راح يتم تقرير تقييمها خاصه الصيف في فيبر خبراء مختصين داخليه، ما في عندنا خبراء كل شيء، بدنا تاكسونومست، بدنا نشأة، بدنا اكسبيرتس، فبالتالي بدنا ناخذ من دكاتره الجامعات المختصين اللي عندهم علاقه بهذا الموضوع يكونوا هم مراجع. لما يكون صرنا نجمع مجموعه من الداتا او الدوكيومنتس المنشوره بنجتمع معهم وبنستعرض هالداتا اللي تقدمت وبنرجعها واحده بعد ما نعتمدها ونتاكد منها وكل شيء 100% نعمل فاليديشن لها بالمقطع الصغير. مش بس تجد متأخراً، بس في موضوع الحسابية أكون أخبر بالنسبة للسيتش عمو مجال التقييم البيئي مثلاً، لما هو مشروع البنك الدولي أو من جهة مالحة كبيرة بيقول لازم يكون في تقييم بيئي هنا لما يمكن يكون جهة الأولى من البيئة من المبنى الاندستري كتر ينطلب من المخرجات النهائية للمشروع. إحنا كمان إحنا NGO مثلا مانحة حاطة أنطون مشروع وألزم أنطون حطها في سياتش عام، هذا هو ممكن. طيب بس في النهاية يعني هو ما بينزل معنا الديتيل داتا اللي ممكن يمسكها ساينتيفيك بيبر وعادة عشان هيك، وحتى لما تنشرها على موقع سي اتش ام الفلسطيني انت بتحفظ حقها، لان انت بتقول لها تاريخ نشر. لو اجى اي حدا ثاني بده يسرق هذه الداتا هي المرجعيه تبعتي، هي المرجعيه سي اتش ام، هي كمان مرجعيه راح تكون. لو واحد مؤشرات يستخدمونها جهاز الاحصاء بس
بعض الشهادات الدولية وتعاون مع أجل الشهادات يعني بعض المدرسات أو تكون مدرسة سبقوية ممكن تختلف تماما عن اللي هم كي يحصلوا على المدرسة. ممكن أنا بنصح يعني هذا كثير مرات ذات الشريعة. بعد مثال ثاني بيجيبوا لك في جهاز إحصاء لك الدراسة يعني برا قسم الطب يعني عام وغير مستحقين بالنظام التعليمي 45 من الطلاب يعني هذا مثلا لو عملية من المؤشرات والضمان وقياس حكمة واحنا بالنسبه للجهاز الفلسطيني نعتبره هو يعني هو الجهاز المسؤول عن المعلومه الفلسطينيه، يعني هذه الصفحه هي متخصصه في التنوع الحيوي، لكن المعلومات الفلسطينيه هو يعني المعلومه الموجوده هنا راح تكون هي نفس المعلومه في التنوع الحيوي لدى الجهاز. فاحنا في عندنا تنسيق، لكن طبعا احنا نحكي عن فلسطين كامله، نحكي عن فلسطين كامله. فعشان هيك يعني احنا لازم يكون هناك تضارب سنويا بيتم تجويدنا بفور من الجهاز المركزي الفلسطيني اذا صار اي تعديل اي تغيير، لان احنا صار عندنا تعديل مثلا على شبكه المحميه الطبيعيه. التعديل كامل لان احنا تحديث كامل اذا شفت مش في محمية طبيعية كان بالغابة نهائيا لو عندنا 51 محمية طبيعية حاليا صار عندنا 27 بالضبط الغربية وواحدة في غزة كان عندنا 51 وفي محميات أغليت يعني محمية تقول جبل طامون راح نهائيا مش محمية جبل طامون محمية الجبل الكبير راح مشي يجي محمية مثلا اسمها اللي كان معزها الوزير الاحتلال الإسرائيلي اللي كان رئيس وزراء اسمه على 7 محميات طبيعية لما قيمنا احنا في البنية قيمنا المحميات وجدنا ان هذه المحميات مثلا لا تنطبق عليها المعايير الدوليه فاحنا الغناها والحلو في الموضوع ان هذا التقرير راح يطلع من اعلى مؤسسه دوليه في العالم لها علاقه بحمايه الطبيعه اللي هي الاي او اس ان اللي هي وثيقه طبعا رسميه نستطيع ان نعتمد فيها كافه المحاكم الدوليه لما تجي تقول انت حتى محميه اوسلو اللي كانت مساحتها 173 كيلو مربع لما جينا قيمناها وجدنا بان هذه المحميه لا يوجد فيها اي منطقه تستحق الحمايه وجدنا منطقه اهم منها قريبه منها مهمة جدا سميناها بريه القدس فيها العقاب الذهبي والشغلات المغمورية فاحنا هذه الوثيقه بالنسبه يعني الجهاز المركزي الفلسطيني تم مراسلتها من وين؟ تم مراسلتها من قبل مجلس الوزراء يعني احنا بعدها كسلطه البيئه رسمنا الحكم المحلي والزراعه وتم تعديل حتى على الجيو الملك الفلسطيني تم ازاله الليره القديمه واعتماد الاعلان انتم نبهتونا ان احنا ما بعثنا الاحصاء ما بعثنا لازم نبعث لنا الكتاب رسمي للاحصاء لان الاحصاء صح وصل الكتاب من وين؟ من مجلس الوزراء لكن الاصل ان احنا نبعث لهم كتاب الان ذكرته اللي بعث لهم نفس الكتاب اللي بعثناه لوزاره الحكم المحلي مع الشيف فعل الجديد حتى لما يعتمدوا مع المساحات مع الارقام هذا ان شاء الله جاهزه ونوديه للدكتور عصام الى يعني تم اعتماده من مجلس الوزراء طبعا مجلس الوزراء الثلاثيه اللي هي اعتماد المحميه الطبيعيه نعم صحيح الآن في المنديبي يلا مصابق صامل في الانتفاقية مع الانتفاقية مع الانتفاقية يعني كثير يهتم كثير في موضوع المسارات مسارات الانتفاقية يعني لا يعني نعمل مصابقات أحيانا ضد في الضوء مرات مش مرات بالنسبة لتو كمان في كثير عنا مقبولة مش واحد كثير وضحكم جدا يعني كبير مصارة المنزعين كثير مقبولة فما فيش عندنا مشكله بفعلي عميس مشتمر يعني حاطين الحق نواد فيديو بعد وايد لايف خبر كل شيء على نواد فيديو سواء كان في الجامعات او في المدارس احنا نطلب الاجتماع معك احنا معروف لان احنا هذه المعلومات الديتيل مش موجوده عندنا العام الدراسي يبدا سنه 20 لا عمل وأصلاً في اتفاقية للتعاون بين صحيح. صحيح. لا حبينا الاجتماع قبل يعني معك.
لأن هذا عملية التوثيق هذه بالنسبة لنا مهمة حتى أمام الاتفاقية مهمة جدا لأن إحنا عندنا الإمكانية يعني بالصفحة يعني إحنا معطينا الإمكانية أن نحط إيش إيش عندنا يعني إحنا من عندنا زمان ما كان في الأخ سعد بدي أحكي بعد إذا تعرف من نزل خارج فرجستري يمكن يكون البصمة مفتوح للكل بس ما يطلب أيام الدوام ليش يطلب المعلومات اللي تتحمل على الموجات أو على ما تحط في كامل المصدر من بين هذه إيش اللي تحمله بعد ما تعمل مثلاً على إذا في حدا أونلاين معانا عنده أسئلة نأخذ جماعة اللي أونلاين سامعين إذا في حدا يرفع يده ندخلكم على هذا وتدخلوا بالنقاش النقاش جماعة في جماعة مهمين على الأونلاين يعني ما شاء الله مبين واضح الجهود المبذولة في إنجاز الموقع الأول بس يبقى راح ممكن نحسس ما يعني اللي خلينا نحكي تفاعلي أكثر أول شيء نكون مثلاً زي شيء سباشل ما بيكون بين واقع المحميات مواقع المشاريع الموجودة المواقع اللي بتتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية الموجودة الاستراتيجيات ممكن تنعكس في مشاريع أو إنه مثلاً كمؤسسات موجود تشتغل طبعاً في الأراضي الفلسطينية إنه موقع معين تعرف إنه بارد الزل هاي طبعاً على حدة الاستراتيجي فبتسهل عليهم كثير هذا الشيء من الأولى هذا الشيء الثاني يمكن تنحط فوق وشيء له علاقة بالموضوع الراية يعني كل الأمور اللي في السياق هذا التنوع الحيوي ممكن كلها تمشي بنفس الاتجاه يعني نفس الطريقة اللي من كتابة الرموز ممكن تحط شيء عشان يستفيد من
ماشي بالنسبه للبروبوزل رايتنج ايش بتقترح؟ اعطيني يعني يكون في خطوات واضحه مشتركه بين جميع المؤسسات العامله هذه. ونشوف البروبوزل رايتنج من كل دونر الى ايش؟ الى فورم خاص فيه. ماشي ماشي الان مضبوط بس هلا كيف؟ انت عشان تعمل كيجر يعني مثلا ما شاء الله هذا الموضوع خلي ابو سعيد انه مستمر على يعني مضبوط على كل مؤسسه او كل دوله له معايير وله كذا بس كلهم يشتركوا بشيء واحد انا كدوره بدك انت كمؤسسه عامله المنطقه هون بتقدم لي شيء تبين لي اهميه الشيء هذا بالنسبه لي انا تقاطع مع الاهداف التقاطع مع السياسات وكذا هاي هي المشتركه يعني ما بعد ذلك بالضبط بناء عليها ما بعرف لو وصلت ممكن إذا في صندوق معين للتنوي الحيوي مع التمبلت نظام يعني عندك مثلا اللي في اسمه الجرانت عندك تمبلت خاص فيه عندك مثلا السي بي اف عندك تمبلت خاص فيه هذول الفقرة هذول حاطين بحر وسام حاطين قائمة للدونر هذول الدونر في كل واحد تحت دونر الفقرة ايش متطلبات تصير هي الرابطة راح تكون جنب كل دونر هي بتوديك على صفحة الدونر مباشرة تلاقي كل شيء بدك اياه سواء اعلان شيء موحد لا شيء موحد الدور الحار انت راح تروح على الويب تاعه وتشوف شو هو الناس بعدين بالنسبه لسؤالك عن الغرائز يعني كل موقع على امريكا بروجكتد اريا زي البيرد اريا كلها راح تكون خرائط متعلقه فيها كلها موجوده عليها يعني مضبوط طب ليش أنا فهمت عليك شو كأي واحد بفوت بدي افوت على ألف خريطة عشان أنا إشي واحد بدور عليه لا ليش ما تكون خريطة واحدة تكون فيها زي بياس خريطة جي أي إس عادي تكون فيها زي بياس وأنا الشغل اللي بدي إياها بعد المباشر بفوت عليها بشوف تقاطعات مع اللايرز الثانية وصلت إذا بدك أنت تدخل أنا بروح على منطقة تمنجة على رام الله أشوف المشاريع تبعت من أول حياة تكون موجودة بس أنا بعمل كليك عنها وديني وين على هذا المشروع بالتفاصيل يعني أنت صح علي أنا ليش مثلاً أقول لك؟ كنت على مشروع مثلاً كنت على كليل ولا عدلين من العدد بس مثلاً نفتح الكارت بطول عام الجنين كل نعم لا بس ممكن فيه إشتغل بعد تسهل عليه هذا القرار كيف نفهمت منها؟ وصير إشي تفاعلي أكثر يعني اللي أنت بمخاوضة جامعة يعني مش سهل لكن بدأ شوف يعني مش سهلة ومش صعبة لكن احنا هاي راح تاخذ معنا وقت كثير حتى انه انت ايش؟ احنا كوزارة الحكومة المحلية راح تستيك وضرس الغرفة هاي راح تستعطين خلاص خلص ما تمام تعود تعود الموقع نفسه بدا عن هذه الاشياء طلبوا لي ان الموقع نفسه يتاكد يكون في ممارسة للكلام يتاكد هل بدا عن قرارات بهذا الشكل ولا لا الموقع لان التدريبات اللي صارت على موقعها كان في اشكاليات في بعض الاشياء كنا نرسمها في سويسرا عندنا يصير في تعديلات على الموقع نفسه فحتى الان هم كمان المسؤولين عن تطوير الموقع في اشياء بتم اضافتها بعض الاحيان بيعلق الموقع بنرسلهم عشان يرجعوا يشتغلوا الموقع اللي هو كموقع عالمي غير الان شكل الوطن يتجاوز فحتى الان يعني كل هذا متواصل مع كمان ملاحظات احنا اذا كان حتى اونلاين بحب يسأل سؤال تقريبا قربنا ننهي في حدا اونلاين عنده استفسار وشغله تقدر تفتحوا الميكروفون وتحكوا ونوديل محمد احمد سمون احنا لجنة الوطنية حاطين موجودين عندنا في الطائرة دخل سمون عمود طائرة الاستيكولا الرئيسية للجنة الوطنية للتربية والثقافة العلوم موجودين احنا ما استعرضناش للقائمة بس احنا حاطين معظم
مؤسسة عالمية وكل الانجوز اللي عملت في هذا الموضوع وكل الضبط كل يوم في التنبيه كل موجود يعني استجابية لدينا على الأرض ما هو تلقص كل موجود للناس الآن هذا احنا زي ما كنت هو عبارة عن يعني مقترح قابل للتعديل ملاحظات اللي أعطوني أروح نعدل عليها وأصلا يعني حتى بعد ما يعني بعد ما يتم يعني الاتهامية راح يظل في مكان يعني إمكانية إنه نطور ونعدل لأنه إيش إحنا عندنا الأكسس على الكود تبع يعني نعدل ونضيف ونضيف كمان إيش مثلاً من مثلية ونضيف كمان مؤسسات كل هذا راح يظل معنا على قولة يعني ممكن هذا إحنا الاجتماع في اجتماع حتى خاص المشروع حتى بعد ما ينتهي المشروع هذا بده متابعة طبعاً من سلطة البيئة والجهات التعلقة زي ما قال الرئيس إحنا في النهاية يكون في عنا هي يعني أكثر من مجموعات تخصصية يعني أنا مثلاً بدي أراجع أوراق علمية أو بدي أعتمد مثلاً جهة العلاقة بالفونة أو بالإيفونة أو بالفلورا إحنا صوت البيئة إمكانياتنا محدودة يعني عددنا كنا 3-4 في إحنا عادة نعتمد في موضوع التنوع الحيوي في فلسطين على شركائنا الرئيسيين اللي هم الإنجيوز يعني معظم مشاريع سلطة في البيئة أو مشاريع حفاظ على التنوع الحيوي هي تنفذ من قبل الإنجيوز والجماعة الموجودين معنا هنا اشتغلنا معهم سواء مع أنطون في جمعية طبيعة فلسطين أو مع دكتور مازن في معهد فلسطين للتنوع الحيوي أو مع عمال فكل يعني مشاريع كثيرة احنا اشتغلنا يعني أول مثلا بنقول اشتغلنا على السوسن أو بنشتغل على السوسن سوسنة فقوعة أو سوسنة الشهر اشتغلنا مثلا على سوسنة فقوعة ذرة وطنية بعدين احنا ما عندنا الطواقم إنه ننفذ فاشتغل أنطون على السوسن اشتغل عمال على السوسن اشتغل مع الدكتور محمد سليمة اشتغل على السوسن صافي عندنا قاعدة معلومات وطنية لموضوع السوسن في فلسطين وما زال العمل عليه على السوسن الجاري اللي كان مشروع كبير حاليا مع أنطون جمعية طبيعة فلسطين لتوفير يعني بعض المناطق اللي احنا ما وصلنا لها في المرحلة الأولى فعشان هيك سلطة البيئة المسؤولة عن التجارة الرسمية لكن في النهاية احنا كمان يعني هذه مهمة بتهم كل المؤسسات يعني احنا بنكون محلي بنستغل مكان في التبرعات يعني ما كناش مع هذا الموضوع لكن لما اشتغلنا شكل المحميات الطبيعية أكثر ناس جننونا كحكم المحلي يعني أكثر ناس لأن في النهاية الحكم المحلي تحكي أنت كل الهيئات المحلية إلها علاقة بموضوع المحمية الطبيعية يعني إحنا جلسنا مع كل يعني غير اللي كانوا في ستير الكوميتي معنا وتكنيك الكوميتي وقبل حتى بعد ما أقامينا الدراسات عودنا جلسنا مع كل مديريات الحكم المحلي المنطقة الغربية وأخذنا كل ملاحظاتها بخصوص المحمية الطبيعية فعشان هيك إذا حتى إذا عندكم ملاحظات كمان أنتم بتشوفوا انها ضروريه حتى بعد هذا الاجتماع ممكن تشاركونا فيها، اذا في عندكم بعض الاقتراحات احنا جاهزين ان نعدل عليها لان هي ما زالت يعني الصفحه زي ما قال محمد حتى الان الصفحه العالميه هم هي يعني بعدوا عليها حتى الان بعدوا عليها يعني هي مش نهائيه قابله للتعديل في كل الفرق. تفضل. وين تجي من البوليسز؟ أنا بدي أسأل إذا ممكن كمان نحط ورشات العمل اللي نعملها في تسجيل لورشات العمل مثلا لما اشتغلنا على الاستراتيجية الوطنية والأكشن بلان ليش نعمل ورشات عمل مستمرين فيهم كل يوم خميس عشان بكرة في ورشة عمل الساعة 11 عن الأغوار والتنوع الحيوي في الأغوار هاي الورشات كلها لها تسجيلات يعني يوتيوب موجودة واليوم حتى الورشة هاي فيها تسجيل السؤال للدكتور عيسى والمجموعة بدكم كمان اللينكس لهاي الورشات والأشياء التعليمية إنه نستغل الويب سايت ككاباسيتي بيلدينج كإنشي بناء القدرات بحيث انه الناس ما يقدروش يحضروا هاي الورشات مثلا ما يجوا على الورشة هاي يكون في التسجيل هذا موجود على السي اتش ام بدكم ان شاء الله اذا هي قائمه بالاشياء المسجله مثلا يعني احنا بنشوفها ممكن تجي في النهايه احنا كمان عندنا راح يكون من الشغل راح يكون في عندنا بعض الفيديوهات مثلا للتنوع الحيوي في فلسطين حتى الورشات نعطش لا
دائما احنا كنا مثلا اي مؤسسه مثلا بنقول اي مؤسسه بتعمل نشاط الى علاقه بتناول هاي وزاره الزراعه مثلا في عندها ورشه عمل عن الغابات. الاصل ان احنا هذه نعلن عنها يتم الاعلان مثلا على ايش؟ على الموقع هذا في قسم الانونسمنت. لان ممكن هذه الورشات اذا هم بيسجلوها يعني ممكن حتى ننزل احنا التسجيل تبعها لان ما يتمكنوش من حضور الورشة. ممكن هذه الورشات تكون هي مش فقط وجاهية كمان اونلاين. عدد الحضور احيانا بيكون الوجاهي محدود. فاذا احنا يعني بعرفش اذا انتم بترتاحوا ان هذه الامور مهمه احنا ما عندنا مشكله ان معلش الدكتور عيسى نور الدين كمان نور الدين تفيا خلينا نكمل بس كملوا هنا كملوا لا بقول زي الورشات الأسبوعية الدورية اللي عملناها تبعت لاستراتيجية التنوع الحيوي بالنسبة لنا كانت فيها معلومات كثيرة جدا مهمة لأن احنا بالنسبة لنا هذه متوفرة. لأن إذا احنا بتبتعوا إن احنا أي مثلا محاضرة أو ورشة نحطها على هذا الموقع حتى بروسمها مثلا يعني احنا مثلا عملنا ورشات إلى علاقة مثلا بالشرطة البيئية، عملنا ورشات إلى علاقة بالأنواع، عملنا ورشات علاقة بالحياة البرية مثلا في غزة، عملنا عن البحر. هذه الورشات في ناس كثير ما حضروهاش. فيها معلومات قيمة جدا يعني احنا ممكن نحط مثلا منطقة للإشي للفيديو للإشي للأويرنس يعني ممكن نحطها سيد أحسن أويرنس اسم الورشة أو محتواها موقع حتى الناس تعرف شو بصير فرض إن هو موجود بصير في الحديد هذا موجود هذا موجود عند الأنص يعني هذا اعلان لكن المحصول لك شوف ايش صار عندك النتيجه يمكن المسار ما يطلع الاهم منه لما اقول بدي اعمل على سبيل المثال ورشه مسلفيه على الورشه قديش عددها اساس شيء اطرح قديش غزاره فرض مسلفيه اطلع على مكان ثاني الأجنة الفلسطينية كانت تم صياغة بعض الجلوس في العلاقة التنوع الحيوي والمبيئة موجودة وبتعاون مع شركة الحكومة. راس المعلم أبو معلم بشي وصل يعني بسمع في أكثر من الأوقات تروح على اليوتيوب تسمع أو تسمع القنوات ما بيشوف الموضوع على صور شمس الفلسطينية بالمواطن وبسمع صوته لأن تعرف تدخل الأدوار من شطر الصوت على العادة وايضا بطريقه يعني شاف يعني اكثر بطريقه يعني يكون الدنيا بس طويله هذا كله استراتيجيات صامت رسائل خاصيه عندهم بدنا نبعث موقف شخصي وهيك جاي صار يعني الموقع على كثير ايش بس والله كل وسيله صغيره بمس أحد المرات تمام يعني شوفت لي معجم كبير أو كتاب كبير أو نص كبير كنت تسمي سمي حيث تفتح واحدة من صفحات كلها تطلع لها بشكل عصير تطلع معها صوت اللي ما أنا ما أقضي مع مكان يطلع بشريكة أولا جدا يكون فيه الالتصاق الكبير لأن المظاهر عندنا صراحة مصر تطلع عندنا بمزعو النفات مش عارف يعطى أبيت المي هذه بالرسالة لو قلت أنا هو ما عم أشرب كلها ما أشرب بصرة يلا نزغرها يشتغلوا لنا بتدوير المفايات الطلاب إحنا يعني الوضع مش الكامل بحاجة نقول فيه يعني تخصيص لوزارة التربية والتعليم نحن نشتغل على عجيب ممكن تكون تعي الأسس للحفاظ على التنوع الحيوي ولازم نحن نحط بأخذين لأنه والله يا رب أنت ما تجيب آخر ما حصل هذيك اليوم يقول لي يا بابا أنت عدو للبيئة قبل ما ناخذ نور الدين انا في نقطه حدا بس احنا يعني بفضل ان احنا نروح انا عندك معلومات يعني قد تمشي مع قريب جدا لان احنا هذه المعلومات لازم نوثقها
لان هذا فهمنا يعني الاجتماع وكمان تكون معنا التوعيه لان التوعيه مهمه لان كل هذه المواد بتحكي عن التوعيه التوعويه فعشان هيك انا اذا طلعت هذا بدي اشوف الناس في الجلسه اوليه لازم بس بعدين ممكن هذا مهم الموضوع بالنسبه لي هلا بكره الرحلات المتضحه يا جماعه اولادنا كلهم وين ليش الناس تفكر في ليش الناس تفكر في الوصول على الهرم ليش الناس تفكر تروح عن يعني في وجع شلل العوجة بس بتروح عليه وشو ليش الناس بتروح عليه محل فيه مثلا هجر الطيور تشوفوها اللي طلع عليها ليش ايش غريب على الناس فضل الدكتور رامكي بشوفه مرات في بعض الوقت على الريحة في بعض النباتات اللي بطريقة الانفراد ما بيطلعش إلى مرضى قديش ممكن يحافظوا عليها بعيد عن المصارات الجوية والسياحية أنا بعرف الشباب بعرف حياة المرضي بعرف الحاول بعرف كل الأخبار شو بيكون بس في هذه لازم مرعى أهداف كل أهداف واضحة وين ما بدأ أوصل مع والبادية بشكل زي الناس عم تطلع تراث مهجرة عم تشوف تراث أفراد وبين روسا وسط البلد فيها كثير بس سلطة جودة التربية هذا المحل ثقة حتى إنه على الأقل وصل في قولنا هذا بيتعب بعض بيتعب صباح يقولون الحاسب دراسات تحدث ولا حرف فيها كثير وزارة الصناعة يعني أنا مستغرب اليوم إحنا في شرطة سياحية عارش في عندنا وين يعني كيف مهام عمل دورها في يوم الأيام كنت في الأردن في أحد ورشات العمل وزارة الصناعة في الأردن حدا بدي يقطع الشجر يخلطوا يعني بحكي لهم يعرفوا إجراءات التنفيذية اللي صارت في مثلا خدمة عامة في هذا الشجر حافظ على مواقف كثيرة لأنه تحت مية اليوم عندي بلدي يعني في عالم ذلك حتى نحافظ على قديش المساحات الخضراء ليش بتعمل الهيئات المحلية والبلد اليوم حتى تحافظ على مساحات الخضراء ما في الأثر الشديد يعني إذا تكون على أغلب المدن يعني في حاجة لمراجعة السياسة حديث فلسطيني بحكي مش حديث بس الله يعني كنا من وقت شهر صدقا كنا فضلت ما حدا بيراد من صوت الجو كثير مع شرطة بيئية مع وزارة التربية والتعليم لا يعني يشوفوا المدارس خصوصا الطلاب عندهم مناهجهم عن التنوع الحيوي يعني أنا بنات صغيرة يعني في وحدة كان عن التنوع الحيوي طب ليه هاي مثلا زي ما تفضلت فيديوهات هلا كل المعلومات هاي اللي بتكون هي كلها هاي تدخل من أو تكون في صوت الجو البيئة بتحكي عن يعني كل يوم كان بيستمع اليوم العام من البيئة عن البحر الملوثات البلاستيكية طب ليه هاي ما تتعامل مثلا على المدارس يصير في عندهم توعية للطلاب الطلاب المدارس حول هاي القصص نور الدين بتقدر تعمل الان ميوت وتتفضل نور الدين معنا اعمل الان ميوت بس عندك حتى نسمعك معاكم الله يعطيكم العافيه الجميع مشكورين على جهودكم جميعا وكل ما تفضلتم به جميعا مهم وضروري لكن هناك موضوع يسبب قلق للمزارع الفلسطيني وهذا هو شراكه ما بين الجميع ما بين وزارة الزراعة، الحكم المحلي، سلطة جودة البيئة حالياً بترفوا من حوالي 3 سنوات ومن بداية ما سلطة جودة البيئة اشتغلت على الاستراتيجية الوطنية الجديدة واشتغلنا على موضوع الأنواع الغريبة الغازية في اللقاءات السابقة في موضوع بخصوص حشرة الصبار الكرمزية موضوع طائر اللي هو طائر المينا الشائع أو البلبل الهندي كما بيسموه كمان في العشب الغريب الغازي اللي هي بتغذي أراضي كثير وهذا موضوع إذا بنضل صابرين عليه خلال 3-4 سنوات يمكن ما نلاقي لا أراضي للزراعة ولا بنلاقي صبر يبيعوا المزارعين وهذا يعني ده بنقول مئات الدونمات آلاف الدونمات قاعدة بتتدمر هذا بحاجة لموضوع يعني صراحة بده مشروع كامل متكامل ما بين كل الجهات لتطبيق فعلي على أرض الواقع صحيح الدراسات موجودة والأبحاث موجودة ومشكورين جميعا
بس بعتقد وزارة الزراعة لها الدور الأكبر والأكبر في هذا الموضوع بخصوص مكافحة الحشرات بشكل عام ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية. أن صحيح مهم موضوع السوسنة الفقوعة مهم جدا، هي زهرة وطنية، موضوع عصفور الشمس الفلسطيني مهم، ما منكلل من أي موضوع من المواضيع، لكن مواضيع حساسة فعليا بتلامس جيبة المزارع الفلسطيني. فبتمنى على الجميع المؤسسات الشريكة المؤسسات الموجودة إنه فعليا بلش في مشروع عملي فعلي على أرض الواقع. حاولنا بجهود سابقة سلطة جودة البيئة كنوع من التوعية، نشر في المجالس الكروية في مناطق الشمال، منطقة نابلس والكرم كالكيدي، وتوعية في كل المزارع اللي بزورها فعليا عرض الواقع في الميدان، تلفينها بتدمر قاعد أو لا الدمار. حالات فردية قليلة من المزارعين اللي هم مهتمين كثير وبتتبع لوحدهم، ولكن في ما بعرفوش طرق الانتقال، طرق المكافحة، موضوع كثير. عصفور أيضا اللي هو البلبل الهندي أو طائر المينا الشائع كمان دمر مزارع كثير، بدنا طريقه فعليه حقيقيه عن جد لمكافحه. بديش اطول عليكم كثير ومشكورين على جهودكم والله يعطيكم العافيه. شكرا نور الدين. دكتور عيشة بتحب ترد على الموضوع الروية؟ حكى عن اختصاصها يعني مش ضمن يعني هاي ضمن يعني احنا هاي وزارة الزراعة موجودة، بعرف شيء يعني ممكن تردي عليه انت على نور الدين. هي يعني الإدارة العامة للغابات مش شوكي صراحة، بس انه في الإدارة العامة للغابات هم المشكلة. نعم هي بتهدد يعني بتهدد محصول الصبر، بس الصبر هو اصلا افضل غريب غازي من داد الصبر ماذا افضل بس يعني احنا شوف يعني نقول الدين هذا موضوع نقاش مع وزارة الزراعة لأن يمكن لها تأثيرات على البيئة، بس أعتقد في حلول لها. يعني في ناس وجدوا حلول للدودة الفخوذية، هي الصابونة اللي نستخدمها في البيوت وصولها مع المية. الصورة مع المية يقضى عليها في رشة واحدة. بعض الدول الأوروبية بنتجوا الحشرة الفخوذية في حمامات خاصة يستخدمونها في الصبغة الفخوذية في الحوار كثيرة. كيف يستخدمونها؟ الصبغة الفخوذية يستخدمونها في الكوزماتكس يستخدمونها النساء في الأحمر الشفاف. إذا بتسمحوا لي يعني من ناحية عملية إذا مش يستنتج من الحقيقة، أول شيء إنه على الويب سايت هذا نحط بعض الأهميات الأشياء، نحط أشياء تعليمية لها علاقة بالتنوع الحيوي، مكافحة الأشياء، أي دروس نحطها على الويب سايت. الشغلة الثانية إنه نحط آليات مسؤولية مين يعمل وإيش، مثلا مسؤولية وزارة الزراعة في المواضيع، مسؤولية التربوي المحلي، نحط حتى الناس لما تدخل على الويب سايت تقدر تأخذ تعرف مين المسؤول، مين الشخص اللي تروح تنقع عليه. ماشي، في حدا ثاني أونلاين عنده سؤال؟ وفي حدا بالحضور هنا عنده شيء ولا نتغدى؟ لا 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 سائب من الأوفلاين. يطلع المنصة هلا 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 ه
أعرف صار عشان يعطيني بتظهر شاشة التسجيل وأنا بسكر الأونلاين. شكرا لكم الجميع على الحضور.